عناوين النشرة: شهيد خامس للجيش بألغام الجرود، الحريري مع قائد الجيش في غرفة عمليات رأس بعلبك. أنا بأكد لكم أن اليوم الجيش اللبناني هو عم يقوم بكل هالعملية هو لوحده من دون حدا. ووحدات الجيش تعيد انتشارها في المواقع المحررة وتستعد للمرحلة الرابعة. احتدام الاشتباكات في عين الحلوي، والرصاص يصيب سرايا صيدا وأمن الدولة. أهلا بكم في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. جال رئيس الحكومة سعد الحريري برفقة قائد الجيش العماد جوزيف عون في رأس بعلبك التي وصلها على متن طوافة عسكرية. ومن غرفة العمليات في ثكنة الجيش أكد الحريري أن الانتصار قريب، والجيش هو من يقرر أعلان الانتصار لأنه يعرف متى تنتهي العملية. وعن مشاركة حزب الله في الجهة المقابلة من الحدود قال: لا نقول شيئا لأن لا كلمة لنا فيه، وما يهمنا أن الجيش اللبناني بما يخص الحدود اللبنانية هو المسؤول عنها، ونحن نحمي أراضينا، والجيش هو من يختار إذا أراد هذا التنسيق، لكن أؤكد بأن الجيش وحده هو من يقوم بهذه المعركة. وفي تطورات اليوم الخامس من فجر الجرود، شهيد خامس للجيش اللبناني قضى متأثرا بإصابته جراء تفكيك لغم في 19 من الجاري في جرود رأس بعلبك، فيما بدأ الجيش إعادة تمركز وانتشار في المواقع التي حررها من تنظيم داعش، كما تواصل وحداته استعدادها للمرحلة الرابعة بعدما حاصرت الإرهابيين في وادي مرتبية. وبعد تحرير 100 كيلومتر مربع من التنظيم وتطهير جرود القاع، يتركز اهتمام الجيش على الكيلومترات 20 المتبقية في جرود رأس بعلبك، في حين يتابع فوج الهندسة في الجيش أعمال إزالة الألغام والأفخاخ من محاور التقدم. أما جنوبا فقد احتدمت الاشتباكات في مخيم عين الحلوي قبل الظهر، وطال الرصاص سرايا صيدا حيث اخترق مركز أمن الدولة حاصدا جرحى، وأغلقت السرايا جراء رصاص القنص الناتج عن الاشتباكات التي تدور بين مجموعات بلال بدر وبلال العرقوب من جهة، وحركة فتح والقوى المشتركة من جهة ثانية. نبدأ من التطورات العسكرية في جرود رأس بعلبك وزيارة الرئيس سعد الحريري إلى المنطقة مباشرة مع زميلة راشال كرم. راشال، تفضلي، ماذا في التفاصيل؟ كلارا، زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رأس بعلبك وتحديدا إلى غرفة عمليات الجيش هي الحدث هنا في المنطقة، بحكم أن الميدان هادئ وتحديدا منذ ليل أمس، حيث كانت عادة خلال هذه المعارك أن تحتدم أو أقل أن تنطلق مدفعيات الجيش فجر، عادة خلال الفجر، إنما بالأمس هدأت هذه الجبلية. يكون فقط حدث وصول رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى هذه المنطقة هو أبرز لناحية المواقف السياسية والدعم المعنوي والسياسي للجيش الذي تحدث عنه الرئيس الحريري، وطبعا سوف نستمع بعد قليل إلى ما تحدث به رئيس الحكومة. إنما اللافت كان لدى سؤالنا إياه عن موضوع التنسيق مع الجيش السوري، وإن كان هذا الموضوع مفروغ منه لناحية أن يعني لوجستيا وعسكريا الموضوع معلوم بالأوساط، إنما أن يعلن بالشكل العلني أن يكون هناك تنسيق بين فجر الجرود وبين المعركة الأخرى، وإن عدتم عدنا، فهذا رئيس
الحريري لم ينكره، إنما ذكر بأن هناك مكان للتنسيق سابقا ولا يزال موجود، وأن الجيش هو من يقرر هذه النقطة. عدا عن ذلك طبعا هي مواقف مؤيدة سياسيا ومعنويا. إنما عدا عن هذا الموضوع، إذا ما تحدثنا عن العسكر وعن الميدان في هذه المنطقة، نلاحظ بأن صحيح أن أفواج الجيش وتحديدا التي تفكك الألغام وأيضا العبوات الناسفة تؤخر عملية التقدم إلى هذه العشرين كيلومتر المتبقية، وخصوصا كلارا بأن تم سحب مدفعيات بطاريات مدفعيات الجيش اللبناني من القاع ومن رأس بعلبك باتجاه المنطقة المتبقية لكي تتحرر الجرود كافة، وهي منطقة مرتبية. هذه المنطقة كلارا هي تأتي على مثلث بين الحدود اللبنانية والحدود السورية. كل الدواعش لا يزالون في هذه المنطقة. طبيعة الحال الجغرافيا في هذه المنطقة قد تعيق هذا الموضوع، وتحديدا أنه خلال هذه المعركة وخلال تقدم الجيش اللبناني تبين كل هذه الأنفاق وتحصن هؤلاء الذين احتلوا جرودنا لطوال هذه السنوات الثلاث. لذلك العشرين كيلومتر المتبقية وبالوقت عينه زيارة رئيس الحكومة والحديث عن النصر، ليست هي مسألة إلا ساعات، إنما في هذه الساعات هناك حرص من قيادة الجيش أن تكون ما يسمى بأن تكون المعركة نظيفة لناحية عدم استشهاد أحد من العناصر أو الضباط في هذه المعركة، وهذا ما حدث طوال الأيام الأربعة الماضية، إذ أن شهداء الجيش اللبناني سقطوا بالألغام التي زرعها تنظيم داعش. وفي هذا الإطار اليوم ارتقى أيضا شهيد جديد للجيش اللبناني كلارا، وهو الرقيب الأول وليد محمود فريج من مواليد 86 من تعلبية قضاء زحلة، هو أيضا تأثر بجروحه بعدما كان قد أصيب في 19 من آب. إذا الجيش حريص أن لا يسقط شهداء في المعركة، أن لا يسقط في موضوع الألغام، لذلك ليس هناك أي استعجال بهذه المعركة، الأمور يعني بكامل إيجابياتها للناحية اللبنانية. أما من الناحية السورية وتحديدا عندما نتحدث عن معركة أو ما سمي بإن عدتم عدنا التي يقودها حزب الله والجيش السوري، فقد علمنا أيضا منذ قليل بأن المقاومون عثروا على عربة هامفي تابعة لفوج التدخل الأول في الجيش اللبناني في أحد بساتين ما يدعى وادي سنفيخة في القلمون الغربي، وكان إرهابيو داعش قد استولوا على هذه السيارة الهامفي من جرود عرسال خلال المعارك السابقة، وتحديدا عم نتحدث عن 2014 في المعركة الشهيرة للجيش اللبناني. إذن هذه هي مجمل الحالة هنا في منطقة رأس بعلبك والقاع، انتظار إعلان نهاية هذه المعركة، انتظار أن تنتهي من العشرين كيلومتر المتبقية، ويحكى بأن هناك تقريبا بين 300 إلى 400 عنصر من تنظيم داعش، هو هذا الموضوع الأساسي كي يعلن هذا الموضوع، وإن كان بالنسبة إلى الأهالي وبالنسبة إلى معنويات عناصر الجيش هي مرتفعة جدا، لناحية أن هذه المعركة لم تكبد الجيش اللبناني العديد من الشهداء، وهذا ما كان متوقعا، إنما كان هناك حرص من القيادة في هذا الإطار. هذا الحرص طبيعة الحال انسحب أيضا على زيارة رئيس الحكومة وتأكيد قائد الجيش وتأكيد رئيس الحكومة بأن قائد الجيش العماد جوزيف عون كان قد وعد ووفى بأن يكون لبنان هو المنتصر في هذه المعركة. فلنستمع سويا إلى كلام الرئيس الحريري، وطبيعة الحال سوف يكون لنا تقرير مفصل في النشرة الثامنة عن كل المستجدات التي حصلت في هذا النهار. نعم. كل الحكومة وراء الجيش البطل اللي عمقوم بمهمة كثير صعبة، واللي نحن دائما يعني اتكلنا على الله سبحانه وتعالى وعلى الجيش اللبناني وخاصة بحماية لبنان. هذه المعركة معركة وطنية، معركة وطنية بأعلى مستوى. في عندنا شهداء سقطوا كل لبنان، من فخامة الرئيس إلى دولة الرئيس نبيه بري، إلى الحكومة، إلى كل النواب، إلى كل الوزراء، إلى كل الشعب اللبناني واقف معاكم، ونحن منقدر وإن شاء الله الانتصار قريب. وانتوا اللي بتقرروا امتى الانتصار، لانه انتوا اللي بتعرفوا امتى لازم تنتهي العمليه، ان كان بقياده الجيش ولا بكل الاجهزه العسكريه. يعني موضوع المخطوفين هي اولويه، وان شاء الله يعني اول ما يكون في عندنا معلومه بهذا الشيء ما حنخبيه عن حدا، ولكن العمل بيتوجب علينا انه نشتغل مثل ما اشتغل الجيش بكل صمت. بهذا الموضوع حيشتغل بكل صمت، وبس لما يكون في عنده شيء حنحكي،
ونقول شو هو النتائج اللي عدنا إياها. نحن الجيش اللبناني هو المسؤول عن كل الحدود، وعم نشتغل على هالأساس، وتدعيم الجيش بكل الوسائل اللي محتاجة لحماية استقرار لبنان وحدود لبنان. إن شاء الله نأمن له. اليوم في مشروع برنامج بمجلس النواب وبالحكومة، ونحن هالسنة مأمنين منه تقريبا 370 مليار، وإن شاء الله كل السنين القادمة حيكون هذا المشروع لحتى تجهيز الجيش اللبناني. نحن ما فينا نقول شيء على مشاركته بالمقلب الثاني يعني لحزب الله، لا يعني لا هيدا نحن أخذنا قرار فيه ولا قلنا كلمة فيه. نحن بهمنا أن الجيش اللبناني بما يخص الحدود اللبنانية يحميها. هلأ من الجهة الثانية في معارك عم تصير، ما في شك أنه يعني نحن بس لما نحمي حدودنا أكيد ما نخلي حدا يفوت على الأراضي اللبنانية، وهن عم يعملوا نفس الشيء. فلذلك لا نحن عم نحمي أراضينا. في مكتب تنسيق بالسابق موجود، إذا صار في أي شيء هيدا يمكن أمرار بيشتغل بهالمعركة على يعني الجيش هو اللي بيقرر إذا في فعالية بهذا الموضوع ولا لا. ولكن أنا بأكد لكم إنه اليوم الجيش اللبناني هو عم يقوم بكل هالعملية هو لوحده من دون حدا، وإن شاء الله حيكمل هذه العملية وينتصر فيها، ونشوف هذا العلم اللبناني مرفوع على كل حدودنا اللبنانية. أنا ما بحياتي كان عندي شك بالجيش اللبناني، في غيري كان يشكك بالجيش اللبناني، بس أنا ما كان عندي شك، وكنت واثق بكل لحظة بهذا الموضوع إنه الجيش اللبناني حيحقق الانتصار. نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك بتاريخ 19/8/2017 خلال قيامه بتفكيك لغم أرضي. وقد أقيمت له مراسم تكريم أمام المستشفى العسكري في بدارو، حيث نقل جثمانه إلى بلدته سعد ناير في البقاع ليوارى في الثرى في جبانة البلدة بعد صلاة العصر. والشهيد فريج من مواليد 15/5/1986 تعالباية قضاء زحلي، متأهل وله ولد واحد. مددت خدمته كمجند في الجيش اعتبارا من 27/5/2007، ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 26/2/2008. حائز تنويها العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة، وتهنئة وزير الداخلية مرة واحدة. في عين الحلوة ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي شهدها المخيم اليوم إلى قتيل وخمسة جرحى، كما وصل رصاص المخيم إلى سرايا صيدا، فيما عقدت القيادة السياسية للقوى المشتركة والفصائل اجتماعا انتهى بتشكيل لجنتين ميدانيتين لوقف إطلاق النار. والاطلاع على التفاصيل والتطورات الأخيرة معنا مباشرة من محيط مخيم عين الحلوة الزميل حسان الرفاعي. حسان، ماذا في تفاصيل الاشتباكات اليوم؟ نعم كلارا، في اليوم السابع تستمر الاشتباكات وإن كانت متقطعة في هذه اللحظات بعد أن سقط وقف إطلاق النار الرابع. كلارا، قبل أن أبدأ دعيني أترك الكلام في البداية لصورة الزميل زكريا الخطيب، وتحديدا ستنقل لكم كاميرته صور نقاط الاشتباك، وهي رأس الأحمر، حي الطيري، حي الصحون، وجبل الحليب. كلارا، استمرت المعارك وإن كان بشكل متقطع على مدى الساعات الماضية بعد أن كانت وصلت إلى ذروتها صباح اليوم، وقد شهدت استخدام مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. إلا أن اللافت اليوم كلارا كان وصول الرصاص إلى مدينة صيدا، وتحديدا إلى سرايا المدينة التي أغلقت دوائرها بسبب الرصاص الطائش، حيث أصيب عنصرين من أمن الدولة، كما أصيب مواطن آخر بعد أن اخترق الرصاص الطائش منزله داخل المدينة أيضا.
كلارا ارتفع يعني مع هؤلاء الثلاث جرحى ارتفع عدد جرحى الاشتباكات إلى 35 شخصا، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 5 مع سقوط شاب من فتح متأثرا بجراحه. هذا ميدانيا أو في زواريب الاشتباكات. سياسيا فقد عقدت القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية اجتماعا لمحاولة معالجة الوضع، وقد نتج عن اللقاء مسودة اتفاق دون إعلان وقف إطلاق النار حتى لا يسقط مجددا. يعني الاتفاق يقضي بتشكيل لجنتين، الأولى من حركة حماس وعصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة، كان من يعني باتت توجهت أو وصلت في هذه اللحظات إلى مسجد الشهداء في منطقة الصفصاف للتواصل مع البلالين بدر والعرقوب. أما اللجنة الثانية والمؤلفة من جبهة التحرير وحركة الجهاد الإسلامي والقيادة العامة والجبهة الشعبية فتح الانتفاضة وجبهة النضال الشعبي فتوجهت أو وصلت في هذه اللحظات إلى مقر الصاعقة من أجل التواصل مع العميد أبو أشرف العرموش. أبو أشرف العرموش نعم. الذي أكد في حديث إلى أحد قنوات إلى أحد القنوات أنه يلتزم وقف إطلاق النار، إلا أنه يؤكد أنه وعناصره يردون على مصادر النيران للدفاع عن أنفسهم حصرا. تجدر الإشارة كلارا إلى أنه في اتصال أجريناه قبل قليل مع العميد محمود عيسى اللينو أكد أن جزء من المجموعات المسلحة التابعة للبلالين بدأت بالانسحاب باتجاه المنشية بعد أن أرهقت على مدى الأيام الماضية. وقد وردت معلومات منذ قليل يعني قبل الانتقال إلينا عن ارتفاع عدد القتلى إلى 6 بعد مقتل أحد عناصر فتح المعروف بأبو حسين السوري، بالإضافة إلى إصابة شخصين، مما يرفع يعني العدد الإجمالي للجرحى إلى 37، فيما وصل عدد القتلى كما قلنا إلى 6. كلارا، كما هو ظاهر يعني عبر عدسة زميل زكريا الخطيب، لا اشتباكات حاليا، الأمور هادئة بانتظار أن تصدر النتائج عن اللجنتين اللتين دخلتا إلى المخيم، بانتظار أي بيان رسمي عن هاتين اللجنتين خلال الساعات المقبلة. نحن باقون معكم في التغطية في حال ورود أي جديد. نعم، شكرا لك زميل حسن رفاعي، كنت معنا من محيط مخيم عين الحلوي. طبعا تفاصيل أكثر في النشرة المسائية أو في رسائل مباشرة في حال ورود أي جديد. بعد الفاصل، آلية للجيش اللبناني في الجهود السورية. أهلا بكم من جديد، ونعود إلى مخيم عين الحلوي ومشاهد من داخل المخيم لم نتمكن من عرضها منذ قليل في رسالة الزميل حسان الرفاعي. إذن نتابع مشاهد الاشتباكات من داخل المخيم عين الحلوي. إذن هذه المشاهد من قليل. وشك يا ولد، وراك اللي بظهرك. صوروا فيديو. صور. الله اكبر، الله اكبر، تكبير الله اكبر. بده يصورك وانت عم ترمي ابو محمود. محمود عم يصور. عرفت وين؟ عرفت الهدف؟ ايه.
إذن هذه كانت مشاهد من مخيم عين الحلوة. واصل مقاتلو حزب الله والجيش السوري تقدمهم ضمن ما يعرف بعملية وإن عدتم عدنا في جرود القلمون الغربي، حيث تمت السيطرة على 75% من معبر وادي ميرا، كما وأحرزت القوات المهاجمة تقدما عند المحور الجنوبي في منطقة الزعرورة. وذكر الإعلام الحربي أنه تم العثور على عربة هامفي تابعة لفوج التدخل الأول في الجيش اللبناني في أحد بساتين وادي سنفيخة، كان إرهابي داعش قد استولوا عليها سابقا من أحدى نقاط الجيش في محيط بلدة عرسال اللبنانية. كما قد بث الإعلام الحربي مشاهد لمخلفات تنظيم داعش بجرود المنطقة. أجرى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف الموجود في روسيا في زيارة رسمية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، هنأه فيه على التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب، وطلع منه على آخر تطورات المعركة، ونوه بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش في سبيل تحرير أرضه من الإرهاب، كما أطلعه على أجواء المحادثات مع المسؤولين في روسيا، ونقل إليه دعما روسيا للبنان في معركته ضد الإرهاب. وكان الصراف قد استهل نشاط اليوم الثاني من زيارته الرسمية بمحادثات مع نظيره الروسي سيرجي شويغو في حضور الوفدين اللبناني والروسي. في مستهل المحادثات أشاد الوزير الروسي بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة اللبنانية في محاربة جبهة النصرة وتنظيم داعش، وشدد على وجوب العمل لإيقاف تحركات هذين التنظيمين من دولة إلى أخرى. كذلك ركز الوزير الروسي على ضرورة تركيز الجهود وتعزيز التعاون من أجل مكافحة الإرهاب. من ناحيته شدد الوزير الصراف على وجوب إيجاد حلول لقضايا المنطقة، كما تناول موضوع الإرهاب شارحا أهمية الإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في مكافحة أفات الإرهاب، وتطرق إلى موضوع النازحين السوريين وانعكاسات النزوح السوري على لبنان. كما تحدث الصراف عن قضية العسكريين المخطوفين لدى داعش والتي تشكل أولوية لدى الدولة اللبنانية وقيادة الجيش، وطالب بتكثيف الجهد والمساعدة في كشف مصيرهم ومصير المطرانين المخطوفين والمصور سمير كساب. بعد ذلك انتقلت المحادثات إلى مسألة المساعدات العسكرية الروسية للبنان وكيفية تعزيز التعاون العسكري اللبناني الروسي لما لذلك من انعكاسات على لبنان وتقوية جيشه. يذكر أن اللجنة المشتركة اللبنانية الروسية سوف تعقد اجتماعات هذا العام في بيروت خلال شهر أيلول المقبل. أعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن اليوم الأربعاء الواقع فيه 23/8/2017 هو أول ذي الحجة الحرام 1438 هجري، وبناء عليه فإن يوم الجمعة الواقع فيه أول أيلول من عام 2017 هو أول أيام عيد الأضحى. خرج المواطن يحيى جميل القاسم من منزله الكائن في طرابلس ولم يعد، علما أن يحيى القاسم يعاني من انفصام في الشخصية ويخضع لعلاج دائم، وقد غادر منزل ذويه متوجها إلى بيروت بتاريخ 4/8/2017 ولم يعرف عنه أي شيء منذ ذلك اليوم. وقد أبلغت عائلته فصيلة أبي سمراء في قوى الأمن الداخلي، وناشدت من يعرف عنه شيئا الاتصال على الرقم 03-919-632 أو على رقم الفصيلة. بعد الفاصل، أزمة بين القاهرة وواشنطن بسبب المساعدات. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية المصرية إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم بين الوزير سامح شكري ومستشار الرئاسة الأمريكية جاريد كوشنر بسبب قرار إلغاء مساعدات أمريكية لمصر. وقد أعربت الخارجية المصرية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
وأشارت إلى أن مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها. ولفتت إلى أن هذا القرار يخلط الأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية. كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عقب لقائهما أنه جرى الحديث مع الجانب التركي عن ضرورة انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة شمالي العراق، مؤكدا أن العراق وتركيا يمكنهما لعب دور مهم لاستقرار الشرق الأوسط. من جهته أكد أوغلو أن بلاده تدعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، وقال: نحن مستعدون للوساطة بين بغداد وإربيل إذا طلب منا ذلك، لافتا إلى أن استفتاء كردستان العراق قرار خاطئ. وشدد أوغلو على أن استقرار المنطقة يتطلب التخلص من داعش والمنظمات الإرهابية، مركزا على أن مصلحة الأكراد تكون ضمن عراق موحدة. عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها من إعدامات وعمليات قتل بحق 30,000 مدني محاصرين من قبل تنظيم داعش في مدينة تل عفر العراقية، حيث تخوض القوات العراقية معركة استعادتها منذ 3 أيام. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي إن هناك مساعدة إنسانية يتم تقديمها عند نقاط تجمع في جنوب تل عفر وشرقها، موضحا أن أكثر من 300 شخص أتوا إلى تلك النقاط يوم الاثنين الماضي. وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من استخدام المدنيين العراقيين دروعا بشرية، ومن أن تترافق محاولاتهم للخروج من مدينة تل عفر مع إعدامات وعمليات قتل، بحسب ما قال دوجاريك الذي طالب الأطراف المتحاربين بالسماح للمدنيين بمغادرة منطقة المعارك. كان في النشرة: شهيد خامس للجيش بألغام الجرود. الحريري مع قائد الجيش في غرفة عمليات رأس بعلبك. أنا بأكد لكم أن اليوم الجيش اللبناني هو عم يقوم بكل هالعملية هو لوحده من دون حدا. ووحدات الجيش تعيد انتشارها في المواقع المحررة وتستعد للمرحلة الرابعة. اهتدام الاشتباكات في عين الحلوة والرصاص يصيب سرايا صيدا وأمن الدولة. ختام نشرة الظهيرة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم في النشرة المسائية. إلى اللقاء.